الأخ محمود يسأل ويقول: يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من صلى على جنازة فله من الأجر قيراط، ومن تبعها حتى تدفن فله قيراطان. السؤال: صليت على أكثر من جنازة في آن واحد، فهل الأجر يتعدد بعدد الجنائز أو يحتسب كجنازة واحدة؟ جزاكم الله خيرا. نعم، صح الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. قد صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل الصلاة على جنازة المسلم وتشييعه وحضور دفنه، وأن من فعل ذلك فله قيراطان من الأجر، أما من اقتصر على الصلاة عليه فله قيراط. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن القيراط فقال: مثل الجبل العظيم، وفي حديث آخر: مثل جبل أحد. فهذا أجر عظيم يدل على فضل الصلاة على جنازة المسلم وتشييعه وحضور دفنه، لأن في ذلك هذا الوعد الكريم من الله سبحانه وتعالى. وكلما تعددت الصلاة على الجنائز حصل الأجر الكثير إن شاء الله، بظاهر الحديث أنه كل جنازة لها أجر مستقل، وفضل الله واسع سبحانه وتعالى. فإذا صلى على جنازة فله هذا الأجر، وإذا صلى على جنازتين فله أجر الصلاة على جنازتين، وهكذا. نعم.